واضح جدا جدا هذا الفصام الكبير جدا جدا، إن والله الحاضنة السياسية الآن لم تعد هي الحاضنة السياسية التي يمكن أن تسمى حاضنة سياسية لهذه الحكومة أبدا. هناك مجموعة داخل قوى الحرية والتغيير تدعم هذا التوجه وتدعم توجه الحكومة أيا كان توجه الحكومة ده، شفت كيف يغطس حجر الشعب السوداني ده، شفت كيف ما عندهم أي مشكلة. قطاع ضخم 60% يزيد عن 60% من الشعب السوداني تحت خط الفقر. هذا بالمناسبة السوق مش بكرة ولا بعد بكرة، فور حديث هذا الرجل بالأمس ليلا تغيرت الأسعار مباشرة. ناس أصبح الصباح عنده بيقول لك تركب الركشة بـ100 جنيه وكده مباشرة. واحد معلق في السوشيال ميديا بيقول معناه بيجا زول لازم يشيل له 1000 جنيه يفتها في اليوم بس مواصلات. بالضبط كده، يعني بيحكي لي احد الاخوه يقول بنته رجعت من محل المواصلات قالت له بابا زادت القروش زادت، يعني ما حتقدر تمشي الجامعه وترجع، ما حتقدر تمشي محل ماشيه وترجع، شفت كيف؟ فهي كده، وده امر طبيعي جدا جدا جدا. انت عايز عايز واحد حيجيب في الصف لمده 16 ساعه او 12 ساعه عشان ياخد بترول، وده جهد ووقت وضيع وقت،